ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريب التكتيك هذه تقريبا على قوس الجزاء تكون الاثنين ضد اثنين، والأهداف الصغيرة بموازاة دائرة الوسط، يعني دائرة الوسط ما مشمولة تكون بالفعالية. وفي مجموعتين من اللاعبين اللي هم عندي أسميهم أنا 4-4-2، وعندي فريق 4-2 فقط. فبالذهاب يعني باتجاه الهدف الكبير الوضعية تكون 6-4. شوف إن أنا كاتب لك 6-4 تورثي بكور هاي 6-1-2-3-4-5-6، وهم دول 4، لأن دول ما يدخلون أبدا، ما يدخلون، دول يدخلون مع فريقهم بس بالهجوم. فالتمرين يكون بسيط جدا، إنه المدرب أو الحارس المرمى هذا يلعب كرة بإيده أو برجله سيان، يعني ما في فرق، زين، ويبدأ الهجوم بس 6-4. السرعة الحركة اللي ما نحتاج كثير منها، فيصير 6-4، ويصير اللعب عادي، يصير اللعب عادي، ويصير تبادل مراكز. شو يريد المدرب من اللاعبين؟ يدربهم، عندهم زيادة عددية يقدرون بسرعة يسجلون، فسجلوا ورجعوا مكاناتهم. كل رجعوا مكاناتهم. حارس المرمى أخذ الكرة، والآن تصير 6-6. لاحظ، لأن 10 و9 نزلوا للساحة، الآن 6-6. الفريق الأول اللي عنده لعب بزيادة عددية، الفريق الثاني الأصفر لعب بتساوي عددي. فهذا يعني أنه راح يبدلون ذولا. شوف الأربعة يد اللعب من جديد. الآن نبدي كم؟ نبني 6-4، هاي 6-4 وهكذا. ومن يجي اللعب من ذيك الجهة باتجاه الأهداف الصغيرة تصير 6-6. يستمر الفعالية هذه، وتستمر ما يعرف بالكوتشنج فورمولا. هذا مهم، الكوتشنج فورمولا. أنا عندي زيادة عددية وأريد أفعل الظهيرين، وأريدهم أسفل خطوط التماس عشان يفتحوا لي الخط الدفاعي. ف دائما اني افكر ادرب التكتيك طبقا لما اريده في المباراه. فالتكتيك الاحسن من يدرب بمساحه صغيره اول مره، زين، وتحقق الهدف من التدريب مالك. ومن تحقق الهدف مالك يمكنك توسيع المساحه، يمكنك اضافه لاعبين، لكن هذا التدريب التكتيك في الالعاب المصغره هو واحد من اهم واجبات المدرب، اللي يعطي للاعبين ما يريده منهم. شو تريد انت من اللاعبين؟ 10 يسقط 4 يطلع، مثل على سبيل المثال هذا اللاعب الرابع مثلا، ما نقول الاثنين يصير جناح، زين، وتجي تطبق ويا 7 ويا 11 وهكذا، يكون الفريق كله اللي تشكيلته 4-4-2 ده يتدرب، حتى المدافعين الاربعه دربهم. فتصير عادات تدريبيه حسنه ومقبوله ومفيده للفريقين، سواء الفريق الاصفر 6 أو الفريق الآخر 10 اللي هم الفريق الأساسي. فأنا ليش بالبداية سهلت المهمة على الفريق الأساسي واستحدثت لزيادة عددية؟ أغري اللاعبين الجناحين بماذا؟ أغري الجناحين بالبقاء أسفل خطوط التماس، ويتم تبادل بينه أحد المهاجمين المركزيين ولاعب الوسط. لاحظ هذا 4 و3، بس من تلاحظوا هي 6 و8 تكون الملاحظة جيدة. 6 و8 ويبدلون ويا 10 واحد منهم يكون التدريب جيد. لكن أنا دائما أفكر بالفريق الأساسي، التشكيل الأساسي ألعبه بزيادة عددية، والزيادة العددية ريتها دائما تلعب بوسع عشان تسحب لي أو تنشر الخط الدفاعي للمنافس. إذا تريد أنت الآن تساوي الأعداد بالذهاب باتجاه الهدف واحد، ماكو مانع، ضع 2 أمام 4 و5 أو 6 و8 أو بأي مكان آخر، والعب 6-6 ذهاب و6-6 إياب. هذا تدريب التكتيك في المناطق، يعني الضيقة في المناطق المحددة. وقلت لك أن هاي الأهداف 3 تقدر تسحب من خارج دائرة الوسط
وراء دائرة الوسط بعشر ياردات، وتقدر ترجعهم على خط الوسط. هذه تمارين مهمة، هذه تمارين يحتاجها الفرق الآن أكثر مما تحتاج تدريبات لياقة بدنية لفترات طويلة وضيع وقت التدريب. واللاعبين الآن بالتأكيد بالفورمة، بالتأكيد يعني إذا هم جايين من أندية ومتدربين عندهم لياقة بدنية، وهاي التمارين تعمل لياقة بدنية عالية. فاختصر تدريبات اللياقة البدنية على ما يعرف بالتدريب الإيقاعي اللي أنا أركز عليه كثير، وأعتقد يعني التأهيل الآن مهم، مثل هاي التمارين مهمة، لأن هذه تمارين تكتيكية وبيها كوتشينج كثير. شنو كوتشينج كثير؟ بيها توقف اللعب، بيها تحرك اللاعب، بيها تشوف الخطأ، بيها تبدي من المكان اللي شوفت الخطأ، وهكذا على هذه الشكل. سألني أحد الأخوة قال دكتور وأنا أضع اليوم تمارين مع اليوم الجمعة، قال دكتور التمارين اللي تفيد مثلا تفيد المنتخب الفلاني، قلت له هذه التمارين تفيد المنتخب الفلاني جدا جدا، وهو اللعب بالذهاب بالزيادة العددية وبالإياب بالتساوي العددية، عشان أنظم اللعب الهجوم وأنظم اللعب بالدفاع بعد فقدان الكرة، فيكون عندي ديفنس منظم ويكون عندي أتاكينج منظم. أنا موفق المرة، أسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، والسداد ورجاحة العقل لمن يحمل مسؤولية التحليل. شكرا جزيلا.